السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحباب أم عبد الله، كيف حالكم؟ يبي تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة إن شاء الله. مع بعضنا غادي نديرو اليوم العجين الموفق أو لاباط فويتي. خليكم معايا نشوفوا المقادير مع بعض والطريقة. غنحتاجو لاباط فويتي ديالنا 200 غرام ديال الزبدة تكون متلجه، يعني نازله من الفريغو من الكونجيلاتور، مقطعينها مكعبات مربعات او مكعبات الشكل يعني الحجم اللي بغيتو. ومهم انها تكون متلجه جيدا. نحتاجو 250 غرام ديال الدقيق الابيض يكون منخول. غنحتاجو كذلك ملح، 3 غرام ديال الملح، وغنحتاجو 125 غرام ديال الماء ويكون كذلك كان في الثلاجة، يعني متلج مزيان. المقدار ديال الماء اللي كتشوفوه هنايا راه مضوب على زوج، غير فقط هذا المقدار كان متلج يعني بارد في الاول جبته، ومن بعد عاد جبت المقدار الثاني باش ما يبقاش ليا كيدفى ليا في درجة حرارة المطبخ. بسم الله على بركة الله، غنبداو التحضير ديال لاباط فويتي او العجين المورق. العجين المورق السريع وليس التقليدي. اول شيء غنديرو غنحطو في البول ديالنا او في الاناء ديال العمل، غنحطو الدقيق، غنضيفو عليه الزبده، وغنضيفو كذلك الملح اللي غنخلطوها مع الماء، ومن بعد نضيفو الماء. الماء من المفضل ضيفوه تدريجيا، يعني شويه بشويه، وانتم كتخلطوه نخلطو فقط بالاصابع. وكي قلت من الافضل لكل العناصر يكونوا باردين. ومن بعد ما نخلطو ان شاء الله العجين ديالنا، فقط نخلطوها ما غاديش نعجنوها، غنشكلو واحد الكويره ديال العجين، وغنبداو نجمعوها بيدينا حتى نشكلوها شكل مربع او مستطيل. مهم تعطينا شكل، ما ناخذوش شكل دائري، يعني تكون شكل مربع. وغنبدا بشويه بشويه، غادي نفاغيني، غادي نرش قليل من الدقيق بالطريقه اللي غتشوفوا معايا في الصور، يعني ماشي نرش الدقيق بكثره، بهذه الطريقه مجرد غير شويه ديال الدقيق باش ماشي العجين ديالنا وتكون عامه بالدقيق، لان الباط فويتي ما خصهاش يكون فيها الدقيق والا كتخسر لينا. وغادي نبداو باليدين ديالنا كي قلت نشكلها شكل مربع، ونبدا ان شاء الله بالمدلك نطلقها غير بشويه. هذه المرحله راه مهم جدا انكم تعطيوها شويه الخاطر. العجين المورق راه غتنجح معك سيدتي اللي انت داخله المطبخ وتي تجهزيها، راه غتنجح معك 100%، غير تبعي المراحل كيف ما هي وغتحصلي في الاخير على نتيجه اللي غتبهرك. غادي نبقاو مساعدين كي قلنا معها بشويه بشويه في الاول، نطلقوها بشويه، وغادي ان شاء الله من بعد ما نطلقوها غنتنيوها اول مرحله اول مره. غنبداو من الجهه اللي جهتنا، غادي نتنيوها هي الاولى ونتنيو الجهه الاخرى كذلك، يمكن لينا نتنيوها على 3 الا بغينا. فقط انا كنكتفي بهذه الطريقه اللي شفتو معايا في الصور، كنتنيها على زوج. مهم فاش كنا نتنيو نردو البال ما تلواش لينا العجين للداخل، هذا مهم. نتنيوها بشكل اللي يكون جيد. اول مرحله كي قلت لكم غتبان لكم من العجين، لان الزبده مازال قطع، طبيعي انها غتكون هكذا. من بعد غتحصلوا كي قلت لكم على النتيجه اللي مبهره غتعجبكم. غادي تطلق العجين جيدا وغتعطيكم واحد الشكل اللي غيعجبكم. غنتنيوها المره الاولى وغندوزو كذلك نطلقوها باش نتنيوها المره الثانيه. دائما واحد السيف كذلك كيساهم كثير في نجاح العجين المورق او الباط فويتي هو الجهه المفتوحه او الجهه اللي كتكون محلوله، كتكون على يدنا اليمين. دائما الكلي ديال الباط فويتي كتكون جهه اليمين، مفتاح كيكون جهه اليمين، يعني دائما الجهه المفتوحه على يدك اليمين. وكنبقاو كنخدموها كان مره كنغبروا الدقيق، ماشي كنرشوه، غير كنغبروا يعني قليل، الكميه تكون قليله. وكنستمروا كنطلقوا العجين ديالنا كي قلت المره الثانيه،
ونفس العملية اللي قمت بها المرة الأولى غنقوم بها المرة الثانية. بالنسبة للناس اللي عندهم المطبخ دافئ أو مازال عندهم الجو دافئ، فمن المفضل من هاد العملية نديروها زوج المرات، ندخلوا العجين ديالنا المورق يستراح 10 دقائق، ومن بعد ندوزو للعملية الثالثة أو المرحلة ديال التانية الثالثة. بالنسبة للناس اللي عندهم جو بارد جدا فلا داعي أنهم يدخلوا العجين، فقط يكملوا يعني يديروا العملية الثانية ويدوزوا للمرة الثالثة والمرة الرابعة حتى الخامسة. 4 مرات هما كافيين، لكن أنا تنيتها معكم 5 مرات، غتشوفوها في الفيديو إن شاء الله رب العالمين. للإشارة المقادير كلها غتلقاوها بالضبط في صندوق الوصف. مكملين بنفس الطريقة، نتمنى الصور يكونوا واضحين والطريقة تكون واضحة باش ما نطولش الفيديو. حاولت نزبب لكم بعض المقاطع. العجين المورق كي قلت لكم كيطلع رائع. انتظروا ان شاء الله فيديو قادم اللي فيه ان شاء الله النتيجة ديال هذا العجين المورق اللي غنوجد به واحد يعني واحد الوصفة او واحد فيديو ان شاء الله غتشوفوه ان شاء الله، وتشوفوا النتيجة ديال هذا العجين المورق اللي كتجي رائعة. العجين المورق السريع اللي كيوجد في دقائق معدودة. الى عجبكم الفيديو ديروا ليه لايك، كتبوا اللايكات، بارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء تعم الفائدة. وكذلك ما تنسوش المربع الاحمر، لو كنتوا اول مره تزوروا القناه مرحبا بكم، فعلوا الجرس، ضغطوا على المربع الاحمر غيطلع لكم واحد الجرس صغير، نقروا عليه وغيطلع لكم الجرس صاحب الاجنحه. هكذا كتكونوا ان شاء الله صبحتوا من العائله، وباش توصلوا بالجديد والمفيد دائما. غادي نشكركم على حسن التتبع والوفاء ديالكم. نضرب لكم ان شاء الله موعد فيديو قادم، وغنقول لكم مليون في المئة كنضمن لكم نجاح العجين المورق. وان شاء الله كنضرب لكم كذلك موعد فيديوهات قادمة ندير لكم فيها عجين مورق بعدة طرق ان شاء الله رب العالمين. فكونوا دائما في الموعد، دائما عند ام عبد الله فاتي. تحياتي.